نحن رانا في التغيير ورانا نحاول نغير ما بين التغييرات هو ان مجلس الوزراء ما يبقاش يعني فلسفي ونظريات انه يدخل في صلب الامور اللي عايشها الشعب وتعترفون توما كصحافه وطنيه ان اول مره الشعب البسيط في الشارع ينتظر مخرجات تاع طيب مجلس ل... قبل ما كان السماع كاع بهذا مجلس الوزراء واش فيه واش ما فيهش و... هذا الدليل ان فيه تغييرات في الجزائر انا نحو نمط تسيير هذا البلد اللي يهم الجميع من المواطن البسيط حتى المثقف حتى الثري والغني والغير الغني والصحفي كلنا لازم نشارك في هذه التنميه